الدولة الإسرائيلية هي مرض فيك تعتبره غدة سرطانية بالضبط مثل السرطان. في كيان على حدودنا قاتل لكل مظاهر الحياة. هذا فعلا مثل ما قال الأستاذ شربل ما فينا نكفي هيك. مع كيان توسعي طميع مجرم ما عنده مشكلة يسفك دم ويحرق مزروعات وحتى بالنسبة لهم يعني شو المزروعات وشو الدم بالنسبة لهم كله هذا نحن أصلاً مش بإعداد البشر. فمثل ما قال الأستاذ شربل العشوائية اللي هن عم يعملونا فيها فعلاً في شيء لازم ينعمل. المحافل الدولية كنا عم نحكي قبل شوي صحيح ما بعرف إذا نورهان بتوافقني بشك بقدرة المحافل الدولية على ردع هيدي الزمرة من المجرمين. شك يعني على إنه المحافل لو قادرة كانت ردعت بغزة صحيح نشوف إبادة بغزة مش لو قادرة لو بدها فعلا هي اللي زرعت هون اللي بدها صحيح اللي زرعت هيدا كمان نقطة مهمة. مين قال إنه هي بدها يعني. نحن كمان دائما بنحكي عن هذا الموضوع وكأنه في محاولات للردع وعم تفشل أنا بالنسبة لي مثل ما قالت ميرنا ضوتي على نقطة مهمة أنا لا أرى أن هناك محاولات لردع العدو الإسرائيلي. أنا أرى أن هناك يعني بيجوا بيقولوا عم نردع العدو الإسرائيلي وبتاني إيد عم نعطيه هي محاولات مليارات الدولارات.